ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة بني سويف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ومشاهدين حضرتك الكرام. أهلا بك دكتور عبد الله. قطاع البناء والتشييد في مصر قطاع واعد، والحكومة بذلت جهودا كبيرة وحثيثة خلال الفترة الماضية في هذا المجال. كيف ترى جهود الدولة خلال الفترة الماضية في مجال البناء والتشييد في مصر؟ خليني اقول لحضرتك ان كان في خطه وضعت من قبل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بها الدوله المصريه بقيادته، قامت بملحمه جديده في البناء والتعمير، والذي تم بكسر مركزيه القاهره عبر اقامه مدن جديده بتستوعب طاقات بشريه وهيئات ومؤسسات حكوميه او خاصه، وهو ما يمكن اعتباره اعاده لتشكيل الخريطه الاقتصاديه والسياسيه والثقافيه بما يخدم الطموح المصري. وخليني اقول لحضرتك ان المدن الجديده مقسمه الى اربع اجيال، الجيل الاول والثاني والثالث والرابع، وده تم تقسيمها طبقا لتواريخ انشائها. بتعد مدن الجيل الاول، ودي اللي تم انشائها في الفتره من عام 77 82، بيبلغ عددها حوالي سبع مدن زي صلاحيه الجديده وعندي دمياط الجديده و6 اكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها من المدن اللي انشات في هذه الفتره. يجي بعد كده مدن الجيل الثاني، ودي اللي تم انشائها خلال الفتره من 82 وحتى سنه 2000، ودي بيبلغ عددها ست مدن جديده، ودي زي المنيا الجديده وبدر الجديده وبني سويف الجديده وغيرها من المدن اللي انشات في هذه الفتره. ثم بعد ذلك مدن الجيل الثالث، ودي اللي تم انشائها خلال الفتره من 2000 ل 2019، ودي بيبلغ عددها حوالي تسع مدن جديده، وهي زي مدينه طيبه الجديده واسوان الجديده وسوهاج الجديده وعندي الفيوم الجديده وغيرها من المدن اللي انشات في هذه الفتره. نيجي بعد كده للمدن الجيل الرابع، ودي خليني اقول لحضرتك هناك خطه قوميه لانشاء المدن الجديده لاستيعاب الكثافه السكانيه المتزايده وحل مشكله الاسكان. كمان من المدن الجديده اللي حققت المعادله ديت كان هناك مدن اخرى تنتظر دورها في عمليه التنميه، وتبنت الدوله مخطط استراتيجي للتنميه العمرانيه في مصر، وكان بيستهدف زياده مساحه المناطق المعموره وانشاء التجمعات العمرانيه والمدن الحضريه بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمه. وخليني اقول لحضرتك مجابهه الزياده السكانيه المتطرفه اللي كانت بتحدث عندي، تم الانتهاء من العديد من مشروعات الاسكان والبنيه الاساسيه وخدمات بمناطق التوسعات التجمعات العمرانيه القائمه، وتم البدء في تنفيذ 14 تجمع عمراني جديد في شتى انحاء الجمهوريه، ده اللي منه العاصمه الاداريه الجديده والعلمين الجديده والمنصوره الجديده وشرق بورسعيد وناصر واسيوط وغرب قنا والاسماعيليه الجديده ورفح، وعندي كمان الجلاله والفرافره الجديده والعبور. طيب دكتور عبد الله، يعني تاثير الاهتمام بهذه المشروعات وبناء مدن الجيل الرابع والاهتمام بالطرق والمطارات، تاثير كل هذا على جذب الاستثمارات الخارجيه؟ خليني اقول لحضرتك ان كان اجمالي الاستثمارات اللي اتضخت في مدن الجيل الرابع حوالي 690 مليار جنيه، وكان المخطط تنفيذ 30 مدينه جديده. وخليني اقول لحضرتك من 2014 حتى السنه هذا ان المستهدف 30 مدينه جديده من الجيل الرابع، ده فاق عدد المدن اللي تم انشائها منذ الجيل الاول وحتى وقتنا هذا. يعني احنا بنتكلم من 77 حتى 2000، اللي اتعمل من 2014 حتى الان يفوق هذه المدن اللي تم انشائها. وخليني اقول لحضرتك ده بالارقام، انا عندي عدد المدن المصريه حوالي 223 مدينه بيسكنها حوالي 43% من السكان، بتركز 56% منهم في القاهره الكبرى والاسكندريه. وخليني اقول لحضرتك بيمثل اقليم القاهره الكبرى اكبر منطقه حضريه في القاره الافريقيه، هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، مع وجود اكثر من 19 مليون نسمه بيمثلوا حوالي 20% من سكان الدوله المصريه. معدل النمو الحضري السنوي داخل الدوله المصريه بلغ 2%، وده بيعني ان المدن المصريه يجب ان تستوعب ما يقرب من مليون مواطن جديد كل عام تقريبا. القاهره وحدها استقبلت نص مليون في 2017، مما يجعلها المدينه الاسرع نموا في العالم. وخليني اقول لحضرتك ان مدن الجيل الرابع بتحقق استغلال امثل للاراضي غير المستعمله في الدوله، وبتسهم ايضا في توفير فرص العمل الجديده، الاف من فرص العمل، وبتعمل على عمليه تنميه اقتصاديه مستدامه وتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. بالاضافه لذلك بتلعب المدن الجديده دورا مهما جدا في تحسين الجوده البيئيه والحفاظ على الموارد الطبيعيه من خلال التصميم البيئي المستدام واعتماد الطاقه الجديده النظيفه والمتجدده واداره النفايات بشكل فعال بمدن الجيل الرابع. وخليني اقول لحضرتك ان دي بدات تنتشر بانحاء الجمهوريه. وخليني اقول لحضرتك بالنسبه للجزء اللي تم اثارته في المقدمه بان فرق العمله ده بيشجع على تواجد المستثمرين بشكل كبير، وده الهدف الرئيسي للدوله المصريه في كافه المجالات، اللي هو فتح الاسواق المصريه
للاستثمار بشكل كبير، وده ادى الى تصارع الشركات العالميه. وعندي مجال مهم جدا اللي هو التطوير العقاري والمجتمعات العمرانيه الجديده، وخصوصا موقع مصر الفريد اللي كان غير مستغل وكان فيه موارد كثيره غير مهدره وغير مستغله، النهارده بيتم تعظيمها من خلال توفير البنيه الاساسيه من خطوط عمران للخروج من الوادي الضيق. خليني اقول لحضرتك ان كان جذبه العمران داخل الدوله المصريه 6%، كان المستهدف في 2050 الوصول ل 14.5%، احنا النهارده وصلنا ل 13.8%، قربنا من نسبه 2050، فالدوله بتسابق الزمن في توفير البنيه الاساسيه وتوفير الخدمات للخروج لهذه المجتمعات. اشكرك، اشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله ابو خضره، استاذ هندسه الطرق والمطارات بجامعه بني سويف.